وتعتبر رياضة المشي من أنشطة الجهد البدني الذي يحتاجها الجسم لكي نعيش في نمط صحي. وأيضا اليوم مشارك فريق مشاة الأحساء النسائي في هذه الفعالية، الكلمة لهم. السلام عليكم، احنا فريق مشاة الأحساء النسائي، أول فريق على مستوى المملكة، أول فريق رياضي على مستوى الشرقية نسائي. صار لنا من 2016 بعدين نمشي بمجدولة ثابتة، كل يوم أربعة بعد صلاة المغرب أخذين تصريح من سمو الأمير أن احنا نمشي في منتزه الملك عبدالله البيئي. في الصيف نمشي بالأحساء مول لارتفاع درجة الحرارة. القائمين على الفريق وقائدات الفريق أخصائيات تغذية ومختصات، عندنا في الفريق تمريض، عندنا طالبات، عندنا كبار بالسن، عندنا كادر صحي. فالفريق إن شاء الله أنه متكامل من الناحية الصحية، لو لا سمح الله حصلت إصابات أو أي استفسار فعندنا الأشخاص المختصين للإجابة على كل استفسارات. بما أنكم فريق للمشاة، نبغى كلمة عن المشي وعن فوائده. المشي طبعا هو الأرخص رياضة يمكن الكل يستخدمها، ما تحتاج إلا حذاء رياضي وتنطلق بالمشي. المشي يحسن من الحالة الصحية للذاكرة للقلب للدماغ، الحالة الصحية بشكل عام، أيضا الحالة النفسية، أي ضغوطات نفسية أنت ممكن تفرغها عن طريق المشي من غير ما تكلف نادي رياضي أو أجهزة أو أي حاجة، مجرد حذاء رياضي وفيك تنطلق. طبعا فريق مشاة الأحساء مسوي ألعاب مثل هذه اللي تشوفونها، لعبة سلة الكرات، شوف الأطفال هذه اللعبة سلة الكرات. من الألعاب أيضا لعبة التتابع ورمي الكرات، وأيضا نط الحبل، ولعبة كرة القدم. يعطيهم ألف عافية.